خاين بعدين بحاسبك. سحر، ليش عملتي هيك؟ أكيد ما كنت رح خليك بين إيدين هذا الواطي ليعذبك. سحر انتبهي، سحر نوري نوري، سحر صبروا على سحر، سحر حالي لا تشعبني، سحر سحر ردي علي. ليش هيك عملتي؟ ما بتعرفي قديش بحبك. خاين. لك ليش هيك؟ قلي. يلا خدوه. سحر. يلا قوم وقف. سحر. ردي علي، انا بورجيك بدي ندمك. والله لحتى ندمك أخذت مني ياسمين، وبسببك أنا قوصتها. أنت حسنت تدمر لي حياتي كلها، وأنا راح أقتلك وأخلص منك. صار وقت الشد. عمالك وقفي، استندي علي، يلا برافو عليكي. يلا شوي شوي دكتور، ارفعي على الدرجة الأولى. كتير منيحة ديالا. يلا تعرف دكتور، بلشت حس اني عم بتحسن. هاتي ايدك، بس محاولة مشي الحال. ايه احسن هالمرة. ممتاز تمام، تعالي اليوم بكفيك، وهلأ استريحي شوي. عم عزبك كتير معي دكتور طارق. المهم سلامتك ولا يهمك. تصبحي على خير. وانت شلون صرتي؟ في وجع شي؟ أنا بعرف إنك عم تتهرب مني على طول طارق. أنت بتحب ديالة مزبوط؟ طارق أنت شو عم تقولي؟ سبق وحكينا بهذا الموضوع. أنا بحترم حبك، بس أنت بتعرفي مشاعري. إيه بعرف. شفت كيف نظراتك لديالا،
بس الإنسان اللي بيحبه بيطلع هيك. رح تموت ياسمين إلي. مروان أوعك طارق. لو ما أنت كنت موجود ما كانت ياسمين تركتني. بكفي مروان رح تموت. وقف اسمع شوي. شو اسمع ولا ما رح اسمع؟ مروان بدي فجره لمخك. ياسمين إلي ولك. واقف اوعى تغلط مروان ولا تأذي من ورا راسي. الله يخليك. ياسمين 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 اهدي. يلا دكتور طارق. فيك شي؟ صار لك شي؟ لا لا اطمن ما في شي. ديالة صار لك شي؟ الحمد لله أنا منيحة. أنت منيح؟ إيه أنا منيح. يمكن لو ما لحقتيني كان قتلني. يلا قومي. شو صار؟ إن شاء الله ما في شي. لا لا أنا منيح منيح. أيمن شو هذا؟ لا تخافي أختي ما فيني شي. يلا منيحة ياسمين. أنا كنت جاية مشان هي. خير بعتوهم للجامعة. بالله أخي ابني سمعنا صوت رصاص. شو صار؟ الحمد لله ما في شي. ايه تمام ما في شي لا تخافي. ايه شو حكوا؟ طلع عفو طلبوني على الجامعة مرة تانية. برافو عليك مبروك. ممتاز. شو مفكر تعمل؟ بدي خلص جامعة وارجع صير مدرس حقيقي هون. موفق. وبتعرفوا نيرمين حامل لازم بالأول فكر بعيلتي. يعني عم فكر روح مشان لحق التسجيل لازم اطلع من الصبح بكير. اي معك حق. وبركي بتاخدوا ديالة معكم. رح خبر دكتور صاحبي وهو بيساعدكم. طبعا كتير حلو. بس ديالة شو رأيها؟ يعني ضروري نروح لحتى طيب؟ معقولة؟ لازم تروحي رح تصيري أحسن. لكان الصبح رايحين على المدينة معا. إذا بخطف ديالة فيني أخذ ياسمين بدالها. لنشوف حضرة الدكتور مين بده يختار، الممرضة ولا ياسمين. مين هون؟ وقف! وقف! أحسن شي روح عند أمي بتخبر العسكر ومننقذ أبي. مي 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 كرمال الله. مي مي بس أعطوني مي. شراب جبت لك هالمي من كرم الله. مين أنت؟
أنا عبد من عبيد الله. جاي تاخذني ولا أنت عزرائيل؟ يلا امشي معي. مين أنت؟ بعدين ليش عم تساعدني؟ أنا اسمي يعقوب، الشيخ يعقوب، وأنت زيدان بعرف. يلا عجل استعد. أنت شنيت؟ كيف بدنا نمر من هون هلأ؟ بسم الله الرحمن، نهرب أحسن. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إلى اليسار. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا. كيف هيك؟ الدعاء، الدعاء هو السبب. بس أنا أذنبت كتير ولليوم أنا عملت العمايل وفي شغلة عملتها. ابنك؟ شو عرفك بابني؟ كل ذنب في إله تمام. الله رحمن ورحيم وبيغفر. طيب الحرمة اللي أزيتها شلون؟ شلون بعدها بدي توب؟ اسألها وإذا بتوافق تتجوزها وبتتوب بعدها. اتجوزها؟ إيه الحق معك خديجة؟ فهميني شو عم تساوي هون؟ وين الشيخ؟ شو؟ كيف؟ عن أنو شيخ عم تحكي؟ ما في حدا غيرنا هون. يعني أنتي خلصتيني؟ شلون صار هيك؟ يعني ما حسيت على اللي عملنا أبداً؟ لا والله. فجأة بلش القصف على المعسكر، الطيارات صارت تقصف بقوة، بلشت الفوضى واختلط الحابل بالنابل، وأنا استفدت من هالوضع وطالعتك برات المعسكر. هلأ صار لازم تكمل لحالك مشان ما يحسوا بغيابي. لا تروحي لهنيك، رجعي على بيتك. بس أنا ما فيني، بدي أبقى متخبي هون لحتى لاقي ابني. لوين رايح؟ شو رح تعمل؟ على سارسو لصلح غلطي ولأمحي ذنوبي. بدك تتوب ما هيك؟ من هلأ ما عاد الضلالي. زيدان التايب، تايب. ديالا بعد شوي رايحة على المدينة، وأنت ما رح تفتح معها موضوع الزواج مو هيك؟ مبلا أمي، بحكي قبل ما تروح. إيه يلا.
قائد مروان، بوجود العساكر صعب نقدر نفوت. خراس، إلا ما لقي لي شي طريقة. أمي، أمي بكر، أمي، أمي خطفوا لأبي يا أمي، وضعه كتير صعب. تعي ناخد الدكتور ونخبر العسكر وننقذه. يلا 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 يلا. عبدو لا تواخذنا، جبناك هيك من صباحية عرسك. شو هالحكي يا أخي؟ أنتو صرتوا عيلتي مو بيناتنا. عبدو، طارق موجود جوا؟ ايه جوا، قال رح يجيب ديالة. ايه رح ساعده أنا. استنى، خلص خليه هو يطالعها، أكيد في شي بباله. أمرك. ديالة، في شي صار لي أيام بدي أقول لك إياه، بس ما عم أتجرأ أبداً. ورغم كل هذا الشي ما بعرف كيف بدي أحكيه. ديالا، أنا 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 بدي بدي حاكيكي قبل ما تروحي. يعني هالشغلة كتير مهمة بالنسبة إلي. ديالا، ديالا، أنا بدي أتزوجك طبعاً إذا أنت موافقة. تتزوجيني ديالا؟ بس بوضعي مو مستحيل هالشي؟ لا ديالا، مو مستحيل. طبعاً إذا بتلاقيني بليق فيكي. بعرف إني تأخرت، بس ما عاد بدي أتأخر أكتر. طيب، بس بدي أفكر شوي، معلش بعدين أعطيك جوابي؟ طبعاً، مثل ما بدك. يلا تعي. دقيقة، تعي أختي. خليني ساعدك. يلا تمام. أخي دير بالك عليها. أمي يا بنتي حبيبتي، سامحني إذا غلطت معك. الله يسامحك. ديري بالك، راجع رح أرجع لك طارق. أنا بحبك ورح أرجع لك. أي والله. دير بالك على حالك. الله معك اختي. ايدك. مع السلامه يا ابني. الله يحميك، الله ييسركم. يلا يا اخ شرف معي. استنوا وقفوا. حنان عبدو، هدول سويت لك ياهن الك، لا تنسى تاكلهم حبيبي. تسلموا ايديكي، شكرا. يلا بخاطركم. يلا يلا، تضلوا بخير ان شاء الله. باي حنونتي. مع السلامه.
يلا بخاطر. مع السلامة ديالا. تعالي. دكتور طارق. دكتور طارق. دكتور التنظيم عزب أبي، راح يموتوه، يا ريت تلحقوا. نحن لازم نخبر النقيب فورا. استعجل. يلا. يا ربي. زيدان. دكتور. بابا. شبك بابا. بابا. ابني. ابني. زيدان، كيف قدرت تنفذ؟ بفضل اختك خديجة، ضليت بالمعسكر. تعال لشوف جروحك. يلا. ليكن اجوا. شوف، بكفي وحدي منهم تضل عايشه. تعوا. يلا. جايكي انا جايكي. لا تخافي. ايمن ساعدني. وقف، عم يقصوا علينا مو عليها. جيب البنت. ايمن نارين ساعدوني. انتبه ايمن. ايمن لا تتركني ان شاء الله. نارين وينكم؟ ايمن اختي. إذا كان بدكن إياها للممرضة الحقي يا أيمن، بتخبروا للدكتور يبعث لي ياسمين. شو يا ممرضة، وهي التقينا لنشوف مين الأهم عند الدكتور، أنتي ولا ياسمين؟ معافى زيدان. يسلموا طارق، شكرا. أمبكر، رجعت لهون كرمالك. بدي تسامحيني. وتوافقي نتجوز. أمبكر، لكن سامحيني على غلطي. طارق. أخي. طارق، خطفوا ولد يالا، خطفوها. شو؟ شو صاير؟ مروان بلش يقوس علينا ورجاله حملوا ديالا وراحوا. شو يعني حملوها؟ ما فهمت، حدا يشرح لي. ديالا تصوبت وانشلت من بعدها. ما قدرت تحميها؟ ما قدرت تحافظ عليها؟ لك مشان الله تركني، انت ما بتعرف شو صار. انت ما قدرت تحبها يا دكتور وما قدرت تحميها. بعد بقى. وقفوا. انت شو عرفك؟
شو عرفك انه انا ما حبيتها؟ زيدان انا بحب الأديالة، اي بحبها. وبدي روح جيبها، لازم روح جيبها. لك عم لك اتركني اتركني مشان الله. نص يلا امشي امشي من دم ساكت، يلا اتحرك. ما راح تروحي على محل قبل ما تجي ياسمين. ترى يلا، وحتى اذا اجت او ما اجت راح اقتلك. امشي لا تطلع ورا، بس ادعي انه تجي، يعني على القليل ما بخليك تتعذب كتير. عشان تفقش خلص. لك امشي. عبدو انتبهوا منيح عليها، ما تخلوها تغيب عن عيونكم. امرك معلم مروان. اسمع شو راح اقول لك. بتروح دغري على صارصو بتقول له للدكتور خلال ساعة بيرجع لياسمين. وإلا بتموت هي. وبتنتبهوا منيح، وعي خبر العسكر وقتها عن جد ما بخليها عايشة. والله بقوصها فورا. اتركوه روح. عبدو عبدو راح وراهن ولحقهن، وراحوا باتجاه وادي الأفعى. خلونا نلحقهم فورا، عم بيقولوا إذا سلمناهن الدكتورة بيعطونا ديالة. لا ما منقدر، ما منقدر نعطيهن إياها. أخي أنت شو عم تحكي؟ ديالة بين إيديهن هلأ، خلص سلمهن إياها. عادي بنتي عادي عادي. عملتها يا مروان؟ مستحيل أعمل هذا الشيء، هي التجأت إلنا. بس كلام نرمين مزبوط، ديالة بين إيديهم مجبورين نسلمها. أيمن ما رح نعمل هيك، بدنا نجيب ديالة، بس ما رح نعطيهم ياسمين لأنه هالمجنون بيقتلها. نحن هيك عم نضيع وقت على الفاضي، بدي أعطيهم ياسمين وجيب أختي بقى. أيمن 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 ياسمين رح تضل وما رح نضحي بأي حدا، بس إذا أنت بدك تصير مثل مروان هلأ بعطيك إياها تسلمها. نحن مو مثلن، عم تفهم؟ حط عقلك براسك، رح نروح نخبر العسكر ونجيب ديالة ونرجع. أنا لازم أهرب قبل ما مروان يأذيها لديالة. ماما ديروا بالكن منيح على ياسمين. أخي ابني وأنا بدي إشي معك. نرمين عدي هون ما في روحة. يا ربي دخيلك، يا رب دخيلك احميهم ويقدروا يرجعوا هالبنت سليمة وبصحة وعافية. شو طمنا؟ كمشني مروان قال إذا إذا بتروحوا بتخبروا العسكر رح يقتلها للديالة. هالزلمة جاني مستعد يعمل كل شي، بس بده ياسمين، بده ياسمين بأي شكل. شو صار؟ ليش وقفتوا؟ قال إذا منخبر العسكر مروان رح يقتل الديالة. خلص طمن، الحل عندي دكتور، رح روح بدالها، يعني بتسلموني لمروان. أنا بدي ورجي لها الواطي والخاين، يعني المهم إنهن أنقذها لديالة. بس هاي الشغلة خطيرة، لا لا في خطورة ولا شيء، بس أنا بعد هالعمر ألبس تياب مرأة صعبة شوي، ما كنت متخيل يصير فيني هيك.
بس يلا ما في غير هالحل، لازم ننقذ الديالة من ايديهم. امشوا بسرعة. يلا بسرعة. يلا يا شباب يلا. يلا 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 استعجلوا. دكتور لازم نشوفه. دكتور الدكتور الدكتور مو هون يا أخي. آه والله. طيب إمتى بيرجع؟ ما بعرف. يعني ما لقي روح غير هلأ. شو بدي أعمل بحالي؟ روح ولا أولى زناء؟ ايه سناء؟ مين انت؟ انا محمود. انت شو عم تساوي هون يا مختار؟ في شغلة مهمة لازم اقولها للدكتور. ما كان بدي اقلك بس لانه مو مبين امتى فيني ارجع اجي. اختي سناء، بعرف اني سببت لكم اذى، بس مع هيك انتوا وقفتوا جنب بنتي. صدقيني انا كتير خجلان من حالي. انا هلا جيت اعمل منيحه لو كانت صغيره. ليك يا اخت سناء، في واحد بيعرف وين سليمان بضيعه أربشين كمال الاعور. هو بيعرف وين سليمان. انت عارف عن شو عم تحكي يا مختار؟ هالشي مزبوط؟ مزبوط ومتأكد بيعرف وينه. ايه بترجاكي ما بدي حدا يعرف انه انا قلت لكم. بدي حدا يعرف اني قلت لكم هاد. شو اللي عم بصير؟ لازم روح ولاقي سليمان. اذا صار اي شيء انتم من هون بتصيروا تقوصوا. ايه ماشي. زيدان انت جاهز؟ عيب تسالني، لا تواخذني ما بقصد شيء، بس انا دائما جاهز. اي يلا تعال هات لشوف. يلا بسرعه. تمام يلا يلا نزلوا نزلوا. قولوا بسم الله. الله ييسر معك. يلا طارق امشي. انتبهوا منيح يا شباب. ماشي مروان. هاي جبت لك ياسمين. دكتور طارق. يا
يلا. وهي تركت لك الممرضة، إذا بتعمل أي حركة بدي أوصك وأوص لك الممرضة تبعك. يلا أنا عم بستنى ياسمين، خليها تقرب. يا حقير يا واطي، طارق اركض بسرعة. كل يلا اوصوا، لا تخلوا له الكلب يهرب. ترجع بتاخدني. يمكن ما عنا غير هالحل. يلا ديالا. يلا ديالا. امسكي هالمسدس بتحمي حالك. ماشي. ولا تتحركي من هون. وأخيراً وقعت بين إيدي. هلأ رح أورجيك شو معنى تاخد مني حبيبتي ياسمين. يا ربي دخيلك سعد لطارق. حتى إذا ما بلمسك ما رح تتحمل كتير يا دكتور، بالأخير رح توقع. شو ما عملت رح تكون هاي نهايتك. شو عم تستنى؟ فلت ايديك. وقف مروان. ياسمين ليش رجعتي؟ ياسمين
سامحتيني مو هيك؟ توقعت هالشي. ساعده خليه يطلع. لك خايفة علي انت؟ جيتي من شان هالواطي؟ ساعده قبل ما يوقع بترجاك مروان. إذا زلمي يطلع لحاله. بعد عني، تركني، بعد عني. امشي. تركني، تركني إيدك عني. عم أقول لك بعد عني. دكتور طارق. ساعدوني، ما عاد فيني اتحمل. كرمال الله اتحمل، انا جاي لعندك. يالا ما عاد فيني، لحقيني يالا. يا رب تساعدني يالا. اصبر شوي، ليكني جاي لعندك. ما عاد فيني اتحمل. استنى، جاي لعندك، لا تفلت ايديك. اترجاك لا تتركني. يلا سامحيني. ان شاء الله تحملي شوي. وصلت. يلا يلا لكني تحمل. انا عذبتك كثير. اذا بتريد لا بقى تحكي هيك مشان الله. رح ساعدك بس انت شد حيلك. اشهد ان لا اله الا الله. طارق اذا بتريد لا تتركني مشان الله. وأشهد أن محمداً رسول الله. اصبر شوي مشان الله، رح أوصل.